السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بإذن الله هنتكلم ونبدأ في سلسلة ليها علاقة بالجافا سكريبت. أنا نقيت بالظبط 5 مواضيع في الجافا سكريبت أنا شايفهم مواضيع شائكة، ولو أنت ألميت بيهم هتبقى جاهز أنت تخش أي انترفيو جافا سكريبت، وهتبقى أنت يعني قدام نفسك كده يعني تقدر تقول على نفسك انت فاهم جافا سكريبت، لان جافا سكريبت من اللغات اللي يعني نقدر نقول ان مش سهل تتقنها، مش سهل تتقنها لكن سهل تتعلمها، لكن اتقانك ليها مش سهل. زي السيكوال كده بالظبط، السيكوال لغة جميلة جدا وكيوت قوي تقدر تشتغل بيها، بس يعني انا من وجهة نظري الشخصية مفيش حد يقدر يقول على نفسه ان هو تنين فيها، لان هي صعبة جدا، وعشان تعمل كومبلكس كويريز الموضوع بيكون صعب. طيب بدون رغي كتير، معاكم مصطفى سعدي تكنيكال كونسلتنت وخبرة أكتر من 10 سنين في مجال تطوير المواقع وألعاب الموبايل والويب. طيب النهاردة هنبدأ بأول موضوع وهو الإكواليتي أو يعني التساوي. طيب حد كده يكون جاي مثلا يعني بيسمعنا كده من باب الفضول يقول لك ايه العالم العبيطه دي، هما بيتكلموا عن الايكواليتي، مالها الايكواليتي؟ ما اكس بتساوي 2 خلاص يبقى اكس بتساوي 2. لا هقول لك، لا، في الجافا سكريبت الموضوع مختلف شويه، لان انت عندك اكتر من نوع من انواع الايكواليتي، وعندك كمان يعني غير الانواع في سبيشال كيسز. وموضوع الايكواليتي ده في الجافا سكريبت موضوع شائك شويه. ايه ده؟ تقول لي ايه ده، دي حاجه بسيطه، دي حاجه اساسيه في اي لغه برمجه تبقى شائكه؟ هقول لك. طيب بدون رغي كتير خلينا نخش نتكلم على الانواع ونهندل مع بعض السبيشال كيسز. اول نوع من انواع الايكواليتي في الجافا سكريبت هو الستريكت ايكواليتي، وده على عكس ما الناس يعني متوقع، احنا بنعمله بتلات علامات يساوي، بتكتب اللي هي علامة الايكوال دي 3 مرات. طيب ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن ان هو بيتشيك الفاليو والتايب مش الفاليو فقط، تمام؟ طيب في اي لغة برمجة تانية الموضوع لذيذ جدا وكيوت، انت بتقول مثلا اكس دون انت عارف ان هو انتجر، فهتقول اكس بتساوي تساوي انتجر تاني، فيطلع لك بقى اذا كان دون اللوجيكال اوبريشن دي منطقيه تطلع ترو ولا غلط تطلع فولس. في الجافا سكريبت لا، الموضوع ما بيشتغلش كده. الستريكت ايكواليتي دي بتستخدمها لما بكون عايز تشيك الفاليو والتايب. طيب في نوع تاني من الايكواليتي اسمه لوز ايكواليتي، ده اللي هو بيبقى في كل لغات البرمجه اللي هو دبل ايكوال، يعني علامتين يساوي عاديين جدا. طيب ده بيتشيك ايه؟ ده بيتشيك الفاليو بغض النظر عن التايب. طب تعالوا ناخد شويه اكزامبلز كده. انا لو قلت 5 ايكوال 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 3 يساوي 5، فده معناه ايه؟ معناه ان ال5 دي الاولانيه دي نوعها انتجر وال5 الثانيه انتجر، فخلاص ان الفاليو 5 و5 والتايب انتجر انتجر هطلع ترو. طيب نفترض جدلا انا قلت 5 ايكوال 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 3 برضو يساوي، عشان بس نعرف نفرق، دبل كوت جواهم 5، فكده لا مش صح، كده غلط. هيبقى ان انت عندك العمليه دي هتطلع فولس. طيب تعالى برضو نشوف حاجه تاني، لو قلت ترو تريبل ايكوال يعني 3 يساوي 1، واحد هيقول لي ما هو احنا عارفين ان 1 هي ترو، بس خلي بالك ان التريبل ايكوال الستريكت ايكواليتي بيتشيك التايب والفاليو، هنا الفاليو تمام لكن كتايب لا مش تمام، ده ترو ده بولين وده انتجر 1 فيطلع فولس. طيب نال تريبل ايكوال انديفايند نفس الكيس، مش بي طبعا كتايب مش بيساوي بعض فهتطلع لك فولس. طيب تعالى نشوف اكزامبل اخر على اللوز بقى. انت دلوقتي انت خلاص فهمت الستريكت اللي هو التلاتة دبل ايكوال. طيب اللوز بقى
لو انت جيت قلت 5 دبل ايكوال يعني 2 يساوي 5 برضو من نفس ال يعني من غير اي اضافات 5 هي 5 هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هيطلع لك ترو ما فيهاش اي مشكلة. طيب لو جيت بقى قلت 5 ايكوال ايكوال دبل كوت 5، تتوقع كده ايه اللي يحصل؟ ادي نفسك كده كام ثانية تفكر فيه. طيب هنا في الوضع ده انت عندك ان الفايف موجودة هنا وموجودة هنا، بس الطيب بتاعها هنا دي سترينج وهنا دي مش سترينج، فايه اللي هيطلع بقى؟ للأسف الشديد هيطلع بترو، على الرغم ان الفايف التانية سترينج، بس هو بالنسبة له بالنسبة للجافا سكريبت هي ترو، لان هي هنا بتشيك على الفاليو فقط، الفاليو على الشمال 5 والفاليو اللي على اليمين هي 5 من الدبل كوتس بس 5. تعال بقى ناخد اكزامبل كمان، ترو دبل ايكوال 1 هتديك ترو برضو، لان هنا هي بتشيك على الفاليو، ترو كفاليو بتساويه هي 1 زي ما احنا بنتعامل دايما. طيب نل ايكوال ايكوال او دبل ايكوال undefined هتديك ترو عادي جدا. طيب ده بالنسبة لللوز ايكواليتي. طيب الاوبجكت ايكواليتي ده النوع التالت من انواع الايكواليتي اللي موجودة في الجافا سكريبت. هنا بقى موضوع الاوبجكت ايكواليتي ده شوية مختلف شوية وليه قاعدة كده انت حطها في دماغك، بعد كده خلاص هتعرف تتعامل مع الاوبجكت كواليتي بشكل بسيط. طيب الاوبجكت عندنا في الجافا سكريبت احنا كلنا عارفين يعني ايه اوبجكت. طيب الاوبجكت ده بتقدر تطبق عليه التو اوبريتورز اللي هو التلاتة ايكوال ساين والاتنين ايكوال ساين، علامتين يساوي وتلاتة علامات يساوي عادي جدا. بس الموضوع هنا هيبقى مختلف شوية، لان انت هنا في الاوبجكتس انت بتتعامل مع الريفرنس اللي هو من الاخر مكانه في الميموري، تمام؟ مكان الاوبجكت ده مسجل في الميموري. الداتا اللي جوه مالكش دعوه بيها عشان هتلخبطك. طب تعالى نفكر في المثال دون، هات ورقه وقلم واكتبه، يا اما لو انت قدامك مثلا التليفون وتسمعني اكتب في النوت وتخيل معايا وفكر معايا في الاكزامبل اللي اقولك عليه دلوقتي. هنقول let obj1 be equal، هتفتح كيرلي بريس وتحط نيم اليس كيرلي بريس سيمي كولن كده اوبجكت 1. هنقول بقى تحتيها let obj2 نفس القصه بالظبط زي ما كتبت فوق اكتب تحت، بس ده اسمه obj2 وobj1، بس انا مش هقول obj2 بيساوي obj1، لا انا هكتبهم هما الاثنين ليهم نفس الشكل. طيب ثالث حاجه let obj3 بيساوي بقى obj1، ده اللي هتكتبه. طيب في ضوء المعطيات اللي انت شايفها قدام عينيك دي، تعال نجاوب على ثلاث اسئله مهمين هيلخصوا لنا الموضوع. او بي جي 1 تريبل ايكوال او بي جي 2، هنا حسب القاعده اللي انا عارفها، وخلي بالك عشان ما تتلخبطش، حسب القاعده اللي انا عارفها ان انا هنا بتشيك فاليو وطيب. طيب هنا الطيب بتاع الاثنين اوبجكت، طب الفاليو؟ واحد يقول لي اه يا باشمهندس ما هو الاوبجكت رقم واحد هو هو نسخه طبق الاصل من الاوبجكت رقم اتنين، اقول لك لا يا حبيبي مش نسخه خالص، لان هنا انت لما بتقول اوبجي 1 بيساوي هو راح اتسجل في مكان معين في الميموري، اوبجي 2 لا مش نفس المكان، مش معنى ان نص الفاليو بقى هسجله في نفس المكان، والا كان كل البرمجه باظت، والا كان كل الاجهزه بتاعتنا باظت، لان انت عملت اوفر رايد في اماكن على الميموري عشان هي شكلها نفس الفاليو. الكمبيوتر مش بيتعامل كده مع الموضوع، لا هو اوبجي 1 ده حتى لو هو نفس الشكل بتاع اوبجي 2 ده متسجل في مكان وبيرفرنس على مكان معين في الميموري، وده بيرفرنس على مكان تاني خالص في الميموري. طيب فهنا بالنسبه لنا في مشكله ان الفاليو مش واحده، اذا اوبجي 1 تريبل ايكوال اوبجي 2 دي تطلع فولس. السؤال الثاني اوبجي 1 ايكوال ايكوال يعني 2 ايكوال اوبجي 2، هل هما الاثنين بيتساووا مع بعض
في الفاليو. لا يا باشمهندس ركز، احنا قلنا هما بيتساووا مع بعض ان هما نوعهم اللي هو الطيب، ان هما نوعهم اوبجكت، لسه قايلين الكلام ده فوق. لكن اوبجكت 1 واوبجكت 2 كفاليوز مش بيساووا بعض، فدي تطلع فولس. طب تعالى كده يا باشمهندس بقى ناخد اخر سؤال هو اللي هيوضح لنا الدنيا. اوبجي 1 تريبل ايكوال اوبجي 3. ارجع كده بص، احنا كنا عارفين اوبجي 3 بيساوي ايه كده؟ اوبجي 3 بيساوي اوبجي 1، احنا اللي قلنا بنفسنا. فده معناه ان اوبجي 3 بيشاور على نفس المكان كفاليو جوه الميموري بتاع اوبجي 1. اذا انا هنا تحقق الشرط الاولاني اللي هو الطيب ان هما الاثنين اوبجكت، والشرط الثاني الفاليو ان هما الاثنين بيشاوروا على نفس المكان في الميموري. فاذا دي طلعته الاكزامبل ده يلم لك الاوبجكت ايكوالتي. طيب ففي النهايه ملخص الموضوع ده وسجلها كده في دماغك ما تنساهاش، اريز وفانكشنز والكلام ده كله واوبجكت سواء تريبل اي تريبل ايكوال ساين او دبل ايكوال ساين بتتشك على الريفرنس. هل الريفرنس هو نفس الريفرنس في الميموري ولا لا؟ بس دي القاعده العامه. هتلخص لك الموضوع بتاع الاوبجكت كويس. طيب اخر حاجه بقى، في حاجات بتشز عن القواعد اللي احنا اتكلمنا فيها ومفيش تفسير لده، بس انا واجب عليا ان انا اقولهم لك عشان ابقى لميت لك الدنيا بتاعت الايكواليتي زي ما انا اتفقت معاك في الاول خالص. طيب اول حاجه شاذه هي النان. في حاجه في الجافا سكريبت اسمها النان. النان دي مش اللي هي تيتا، لا هي النان دي اللي هي نوتا نمبر، حاجه كده عاملينها بتعبر عن حاجه اسمها نوتا نمبر اللي هو القيمه دي مش رقم. سواء اتشيكت عليها تريبل ايكوال او دبل ايكوال فهي هتديك فولس، لان هي قيمه غير معرفه اساسا. انا مش بحاول اقول لك اسباب، بس يعني انا بعرفك وبحاول اقرب معاك الموضوع بحيث ان هو بدل ما يتحفز لا يبقى مفهوم سن. تمام، احنا كلنا عارفين جافا سكريبت اللغه مش بتميك سنس اصلا، فيعني ربنا معانا. نان تريبل ايكوال نان تريبل ايكوال دبل ايكوال نان، الاثنين بيدوك فولس، محدش عارف ليه. طيب وحتى تفسيرات مش منطقيه، يعني انا مش عايز اقول لك تفسيرات انت تحس ان هي ايه ده مش منطقي. خد بقى الموضوع يعني اللي هنا في اعاقه ذهنيه. احنا طبعا عندنا في الرياضيات وعموما في البرمجه مفيش حاجه اسمها سالب صفر، بس في الجافا سكريبت في سالب صفر، تقدر تقول ان في سالب صفر. فهنا بيقول لك ان الصفر تريبل ايكوال سالب الصفر او الصفر دبل ايكوال السالب صفر بيديك ترو. بمعنى ايه يعني يا باشمهندس؟ ان الصفر هو السالب صفر كطيب وكفاليو. واحد عمال يفكر ايه ده يعني ايه سالب صفر؟ ما تفكرش عشان ده مش منطقي اصلا، مش موجود في الرياضه حتى يعني. طيب اخر حاجه في سبيشال كيسز هي النال والانديفايند. احنا بالنسبه لنا في ناس مقتنعه ان النال هو الانديفايند، هو الانديفايند كفاليو لكن مش كطيب. تمام، طيب فهنا الموضوع ببساطه شديده جدا احنا اعتقد غطيناه فوق. نال تريبل ايكوال undefined تديك فولس. ليه؟ لان هم مش نفس الطيب بس ان هم نفس الفاليو، هيطلعوا لك في النهايه حاجه مش معرفه بالنسبه للجافا سكريبت. طب نال ايكوال undefined تديك ترو، لان انا بتشيك على الفاليو فقط والفاليو هنا منطقيه. الكلام ده برضو ينطبق على الواحد والترو بنفس الشكل. طيب اتمنى يكون الـ يعني اول فيديو في السلسله يكون لايت كده وخفيف. انتظروا بقيه الفيديوهات اللي جايه في السلسله، زي ما قلت لكم هنتكلم على 5 مواضيع، اول موضوع منهم الايكواليتي. مش هقول لكم ايه المواضيع عشان تبقوا متحمسين، بس هي مواضيع شائكه في الجافا سكريبت، زي ما قلت لكم اي حد هيتقنها هيبقى عنده نسبه من اتقان الجافا سكريبت. اي حد عنده استفسار او اي سؤال يكتبه في الكومنتات او يبعتوا لي على رسائل الصفحه وسائل التواصل، هتلاقوها كلها موجوده. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.